نقوم بالنزول الى المجال الشعبي البلدي اللي سطروه الاخوه في المجلس الشعبي البلدي، اللي نتمناو ان شاء الله تدرجوا في خريطه الطريق تاع المجلس الشعبي الولائي باش ان شاء الله تكون فيه النتائج لفائده مواطني بلدية البلد. المرافقه مشتد على ايدينا والمؤازره تاعنا على جميع العمليات المنجزه والمغلقه لسنه 2022، كذلك جميع العمليات المقترحه لسنه 2023 في اطار برنامج البي سي دي لبلديه البيض، وكذلك جميع العمليات المبرمجه في اطار برنامج الافسيسيه وكذلك البرنامج القطاعيه. اليوم احنا كذلك اليوم لقاءنا اليوم كان لقاء مثمر، كان لقاء تعارفي، طرحنا فيه جميع الانشغالات وجميع الاحتياجات الساكنه لبلديه البيض، وعرفنا مع رفقة السيد رئيس الدائرة والسيد رئيس الشعب البلدي كيفية الخروج وحلول المقترحة من أجل توفير حلول آنية لكل احتياجات الساكنة تاع بلدية البيض. كذلك كانت لنا فرصة اليوم احنا كمجلس الشعب الولائي بوجودنا بمقر ديوان بلدية البيض أننا نبعث برسالة مفادها أننا نرافق هذا المجلس الموقر ونثمن المجهودات اللي في الأخير نقدم الشكر الجزيل للسيد رئيس الدائرة على المرافقة، كذلك السيد رئيس المجلس الشعبي من خلاله وكل أعضاء المجلس الشعبي بلدية البيض على سعة رحمهم. قطاع التنوير المجلس الشعبي الولائي بما تقدمه بلدية البيض ومن المجلس الشعبي البلدي من جهود في مجال استهلاك الميزانية وتقدم المشاريع التنموية، وما يقدمه المجلس الشعبي الولائي أيضا من دعم بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي، أيضا بالنسبة للمشاريع القطاعية التي تحملها، أيضا ندخل في الاقتراحات، أيضا بالنسبة للانشغالات والعراقيل، ثاني يدخلها المجلس الشعبي الولائي للعراقيل اللي راح تواجه ممكن البلدية ولا المشاريع القطاعية، ثاني هذا لقاء تقييمي اقتراحات وفيه آفاق. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.